في إطار التوسع في الرقعة الخضراء والاهتمام بإنشاء الحدائق كمتنفس عائلي ومكان لقضاء أوقات ممتعة، افتتح المجلس البلدي وبلدية مدينة الشارقة حديقة القرائن 4 تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي لمدينة الشارقة ومسؤولي البلدية وسكان المنطقة. توفر الحديقة المرتاديها أجواء جميلة ومتميزة لممارسة مختلف الأنشطة وقضاء أوقات ممتعة، كما نظمت البلدية ورش عمل متنوعة مصاحبة للافتتاح، منها ورشة فوائد شجرة الغاف وورشة المحافظة على المسطحات الخضراء والزهور الموسمية، والعديد من الورش للأطفال ومسابقات وفعاليات وأنشطة أخرى. تم توفير أعمال الزراعة ومختلف المرافق الخدمية في الحديقة، تشمل ركن ألعاب للأطفال وملعباً لكرة القدم ومسطحات خضراء على مساحة تقدر ب74,000 متر مربع، وأنواع مختلفة من الزهور الموسمية يبلغ عددها 12,000 زهرة. كما تمت زراعة الحديقة بأكثر من 14,000 شتلة من النباتات والشجيرات المتنوعة. اليوم أنا استكشف المكان وأشوف الورش وأشوف الألعاب وأشوف شو عندهم، هم هني شو يسوون. وأنا شفت الحين نباتات كثيرة وشفت جمل وشفت حصان، يعني هالحديقة وايد حلوة وكبيرة. حدائق الأحياء تعد من المرافق الخدمية المهمة ومقصداً للعائلات في كل حي لتحفظ لها خصوصيتها وتعزز الروابط الأسرية والاجتماعية بين سكان الحي.